تسلموا دياتي. يديك. حبيبي طمني شو صار معك؟ ما حكيت مع ابن عمك ابو غسان؟ طولي بالك، لسه ما صار لي يومين مخبره، ليش العجلة؟ ولو كان يا معروف، لازم تذكره بحالك كل يوم قبل ما تطير رئاسة الشركة من ايده. عم قلي خبرته من يومين وقال لي اطمن مالي نسيان موضوعك. حياتي في 100 واحد حاطين عينهم على هذا المنصب، هذا منصب رئاسة الشركة، بالذات هذا اللي اسمه اقسام. ما بيطلع له. أنا هلا نائب المدير العام أبو نضال الله يرحمه، يعني أنا أولى الناس بهالمنصب. ما بيكفي، ما بيكفي، مسك لقلك، هلا أحكي معه. ليش بتحبي تحرجيني؟ ألو؟ مرحبا ابن العم. أهلا 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 أستاذ معروف. طمني شو الأخبار ابن العم؟ اطمن، الأمور ماشي تمام، وأنت لحد هلأ أقوى المرشحين للإدارة. يخلي لياك بدي همتك. ها؟ إيه ولو؟ تكرم عيونك، الدم ما بصير مية ابن العم. أنا حاطط كل أملي فيك. ها؟ إيه، لأنه بصراحة مالي غيرك. تكرم عيونك ابن العم، على عيني وراسي. الله معك. الله يخليك، مع السلامة يا سيدي. الله معك، الله يسلمك ويديمك. ما قلت لك الزلمة مانو نسيان؟ ولو كان هيك أحسن. فوت هيثم. صباح الخير مالمي. صباح الخير مدام. أهلين هيثم. أهلين هيثم، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو جايب معك؟ والله اشتهينا لكم هالكم رغيف مشروح من عندنا من الحارة. دوي مدام تفضلي. ايه والله صار لي زمان كتير ما اكلت خبز مشروح. ان شاء الله مشروع. الف صحة، وهنا هذا احسن واحد بيعمل مشروح بكل الشام. دوق معلمي، دوق. يسلموا الديار. الله يسلمك، ان شاء الله الف صحة وهنا. حطهم جوا عندك بالمطبخ. ايه على عيني، على عيني وراسي. وصلت الاولاد على المدرسة؟ ايه معلمي لكان. الله يخلي لك اياهم، يربوا بعزك ودلالك ان شاء الله. تسلم. جاهزة السيارة؟ طبعا لكان معلمي. يلا. يلا يا رب، انا سابقك. حاضر. الله معك حبيبي، مع السلامة. تفضل استاذ. تعرف استاذ، اقسم بالله العظيم احلى يوم بحياتي لما بدي اشوفك مدير عام باذن الله. شكرا. بس بتمنى معلمي، يعني هيك ان شاء الله، ان شاء الله بجاه سيدنا محمد هيك تصير مدير عام وكل مالك بتكبر لفوق، بس لما تصير هيك ترعونا شوي معلمي. الله يخليك. شلون يعني راعيك؟ تراعيني معلمي، يعني انا اقسم بالله مبسوط معك كثير اني انا عم بشتغل شوفير عند حضرتك، يعني بس انا حاسس انه فيني اخدمك اكثر من هيك، عندي امكانات احسن من هيك، فاذا بتغير لي شغله الشوفير ويعني اذا فيك ترفع لي راتبي شوي كتر خيرك. لك يخرب بيتك شو بتنق، هي وظفناك بالمرقاب وبعدين جبتك من المرقاب وساويتك شوفير عندي، شو بدك اكثر من هيك؟ بدي سلامه قلبك، بدي سلامه قلبك معلمي، كتر خيرك والله، جمايلك فوق راسي من فوق. بس يعني معلومك انا معي بكالوريا ومؤهلاتي احسن من هيك بشوي، فلقتني بالبكالوريا تبعك. طلع سوق هلا، طلع وبلع لك. حاضر معلمي، تؤمر. تفضل تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح خير. صباح الخير استاذ. حدا سأل عني؟ ايه سألوا عنك ناس كتير واسمائهم موجودة على مكتبك. شكرا. استاذ جمال عم ينتظرك بالمكتب. ضيفتي قهوة؟ لا هلا وصل. اصبح وصينا على قهوة. صباح خير. يا اهلي. صباح النور. يعطيك العافية. تفضل. عم شو منك استاذ؟ تفضل. عاش مين شافك يا رجل، طولت الرقبة علينا. هيك الاصدقاء بيتعاملوا؟ يا سيدي انت بالبال دائما، بس انا ما بحب شغلك. طمني شو الاخبار؟ تبدو شي مني استاذ؟ وصل معلمتك على النادي ورجع على الديرة عونطة مثل العادة. تأمرني استاذ. ايه سيدي شو الاخبار؟ والله يا صديقي صاحبك عم يعمل شوشرة مرتبة. مين قصدك؟ اكسا مدير شركة مرايز الكهرباء. شو قصدك بالشوشرة؟ اكسم افندي مصرح للجرايد انه شركته ربحانة هالسنة 20 مليون ليرة سوري. شو الحكي هاد؟ من طول عمره شركته خسرانة، بقى منين اجت العشرين مليون ليرة؟ اخي الحكي ببلاش، اسمع وسطيح.
هو انا بقول لك شو صاير باكسام. المسكين بده يثبت للمسؤولين الكبار انه هو ناجح بالاداره، بركي بعينه مدير شركه الادوات المنزليه بدل مديرنا الله يرحمه. افشرت عينه. انت شو عم تساوي؟ صار لك نائب مدير شركه الادوات اكثر من 8 سنين وانت اولى بهالمنصب. انا اللي بستغربه انه روايح اكسام وفضايحه منتشره بين كل الناس، بقى شلون بيتجرأ وبيصرح للصحافه وبيقول انه شركه البرايز ربحانه؟ يعني ما بيخاف من الرقابه والتفتيش؟ سيدي مين سائل؟ ما حدا فاضيله. انا اللي بدي اياك هلا تدير بالك منيح وتتريس باعطاء ثقتك للناس. ما فهمت عليك، شو قصدك؟ يا استاذ معروف، الناس عم تدس عليك كثير وعم تجيب معدلك. انا؟ معقول؟ مثل ما عم اقول لك، وهالدس هاد مو جاي من برا، جاي من هون من جوات الشركه. بقى انا من واجبي نبهك، خايف هالدس هاد ياثر على ترشيحك لمنصب المدير العام. غريب. والله انت صديقي وانا من واجبي نبهك. ايه سيدي بتسمح لي هلا؟ لوين؟ لسه ما شربنا القهوه. سيدي ملحوقه، مستعجل شوي، عن اذنك. أهلين أمي. أهلين أمي. شبهك تأخرت، ليش ما أجيت على الغداء؟ ليش يعني ما أجيت على الغداء؟ ليه؟ لأنه معلمي الغليظ ما بيخليني أفضل دقيقة واحدة. يخرب بيته هو وطلباته، على روحه تعا وخود وجيب وودي. العمى شو بشتغل عند اللي خلفه أنا؟ ما له شي أمي، طول بالك الله يرضى عليك. حميد الله واشكره اللي لقيت هالشغلة. لكن خلصنا أمي بقى، خلصنا مشان الله. شو عم بشتغل وزير أنا؟ كل رفقاتي صاروا احسن مني. لك نزارها، نزار صار عنده مكتب وسياره. هلا ليش عم توتر حالك بهالكلام؟ بكره ان شاء الله بتصير احسن من كل رفقاتك، بس انت اصبر شوي يا امي. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا بسبعة ايام، بقى انت ليش مستعجل؟ امي انا كم مره بدي اقول لك اني انا ما فيني بصبر على المعاش المحرز يعني اللي عم باخده. شو بدي كفي لكفي. نعمة كريم يا أمي، نعمة كريم. ما اختلفنا أمي، ما اختلفنا نعمة كريم، بس الله ما قاله كمان أنه شاب مثل حكايتي طول وعرضه على وش جواز يخلص معاشه بأول أسبوعين من الشهر. هلا أنت ما طلبت منه يزيد لك راتبك؟ طلبنا، طنش وما رد، راح زود للسكرتيرة 2000 ليرة وما لا محتاجة، يا أهلها أغنية عم تشتغل هيك تسلاقي. هلا أنا متأكدة إذا معلمك صار مدير عام راح يحسن لك وضعك ويزيد لك راتبك. إيه لكان الله يخليني إذا تخليه يصير مدير عام. شو قلت أمي؟ ولا شي أمي ولا شي. إيه قبل ما أنسى تذكرت، اتصل فيك واحد اليوم اسمه الأستاذ أكسام. إيه متى اتصل أكسام؟ قبل ما تجي أنت بشوي. إيه أمي هلأ أنا بحكي، هلأ بحكي معه. أمي عمال حسابك اليوم بدنا نروح لبيت خالتك. ها خطيبتك جمانة صلى 10 أيام ما شافتك. طيب خلاص. روح الله يهدي بالك يا ابني. الو مرحبا. تحياتي استاذ اكسام، كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك يا رب. والله الحمد لله. ايه معلمي، الاخبار هي كالتالي، هذا صاحبنا رح يجن على ما يصير مدير عام. في كل البركة سيدنا. لا والله مبارح بس رحت أنا وصلته لعند اللواء عبد المحسن عبد العزيز رئيس الفرع العام. إيه وعاد عنده شي 3/4 ساعة. إيه والله خلص من عيوني، قسما بالله يا معلمي، قسما بالله أني عم بدعي لك ليل ونهار أنك تصير مديرنا. مو لشي ها غير لأنك بتستاهل. الله يخليك يا رب ويعلي مقدارك ويعزك. على راسي معلمي، على راسي. بتأمرني. الله معك. مع السلامة. مرحبا عرفان.
اهلين هيثم، كيفك؟ كيف صحتك؟ بخير ماشي الحال. لك وينك؟ ما حدا عم يشوفك يا زلمه. وين بدي اشتغل؟ لك حاج تاكل شوكولا؟ الله يشبعك. هي تركناها. كيف شغل؟ الحمد لله. لساتك عم تشتغل عند معلمك معروف بيه؟ وين بدي يكون يعني؟ عنده. ايوه طبعا يا عمي، العزل الرز والبرغل شرق حاله. والله ما بعرف ليش العالم حاسدتني انا، وكله على بلا طعمه وما حدا بيعرف شو وجعي. اسمعوا على الحكي، اسمعوا، واحد عم يشتغل عند مسؤول مهم مثل معروف بيه بيقول عن حاله موجوع. ايه سيدي انا موجوع. ايه وشو وجعك بقى؟ قلي بزمتك ما صار عندك بيت وسياره من ورا شغلك عنده؟ بركه صار عندي فيلا بالصبوره، واخذت محل كبير هيك شيء 400 متر بشارع الحمراء، وهلا ان شاء الله عم اشتري طياره خاصه. هلا لا تديرها انقلي هيثم، انا عم بحكي عن جد، ولا تفكرها حسيده وضيقه عين، لانه انت بتعرف تمام اني بتمنى لك الخير من كل قلبي، بس قلت المثل عاشر الفقير بتفقر وعاشر الغني بتسعد. صحيح كلامك، بس شو رايك اني انا عم عاشر الغني وعم بزداد فقر وتعتير؟ شي معقوله؟ ليش بقى هيك؟ لانه معلمي بخيل، على بسطه بيصرف 100,000 بس علي ببخل بالليره. ايه وشو يلي مصبرك عليه؟ ليش مين قال لك اني انا ما دقت خلاقي منه؟ يعني بدك تتركه؟ بس يعني عم بنتظر لحتى يقوم الاوان. الله يبعث لك على هوانيتك يا هيثم. ايه هيثم امرني. بدي هدول الاغراض معيتك. تكرم سيد هيثم. الله يكرمك، فيني اطلب منك خدمه؟ تفضل. الله يعافيك اهلين. تبعت لي الاغراض مع احمد لفوق السياره. على راسي وجب. اهلين هيثم. عراسي وايدون على حساب المعلم. تكرم عينك. هاي السلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هات لشو. سك ايده هلا تعذبوا. صباح خير. صباح خير مدام. صباح خير استاذ. تفضلي هاي تقوم استاذ جاهزين. هاي الاغراض اللي وصلتيني عليها، بدك مني شيء ثاني؟ لا بس خذ الاولاد على المدرسه رح يتاخروا. من عيوني. تفضلوا حبيباتي. يلا تفضل. هيثم الله يرضى عليك، الا للمديره انه فريد ما راح على المدرسه امبارح لانه كان مع رفقاته بالبحر. حاضر استاذ تؤمر. هيثم إلا للمعلمة إنه الأولاد عم يخطفوا الشوكولا من إيد نزيه وعم يتغلظوا عليه. حاضر مدام. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الشوكولاتة من إيدك بل ما توسخ فرش. لا تصير عنا انت واخوك تحكي بالطريق. تمام؟ ها؟ الو؟ اهلين ابو غسان. يا هلا اهلين. ايه طبعا موجود طبعا. تفضل. ابن عمك. الو اهلين ابن العم، يسعد صباحك. شو الحكي؟ يلا يلا جاي لعندك. مع السلامة. خير؟ شو بقى ابن عمك؟ ما بعرف، قال بده ياني مر لعنده على الفرع، ضروري كتير. افتح لي اذا بتريد، المعلم طالبني. أهلا. صباح الخير سيدي. يا صباح النور. يسعد صباحك. هلا وسهلا. الله يخليك. كيفك؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا. تفضل. الله يسلمك. تفضل. خير سيدي، شغلتوا لي بالي. ايه والله يا ابن العم، في واحد من جماعتك رافع فيك تقرير من كعب الدست، وبالصدفه وقع تحت ايدي. تقرير؟ ايه. شرف. راه.
يخرب بيته شو تقرير هذا ابن العم؟ شوف على الافتراء شوف، قال انا عندي رصيد بقبرص يقدر بمليون ونص دولار سرقه من اموال الشركه، معقول ابن العم؟ كمل استاذ معروف كمل. اعوذ بالله، قال انا والمدير السابق كنا ناخذ 100,000 على كل واحد بده يتعين عنا بالشركه. صدقني يا ابن العم هذا كله كذب بكذب، وانت بتعرفني منيح، معقول انا اعمل هيك؟ يعني بعرف انه هالكلام كذب، ومن حسن حظك انه هالتقرير وصل لعندي قبل ما يوصل للجهات العليا، والا كان صار فيها سين وجيم وتحقيق، وهذا بالتاكيد راح ياثر على ترشيحك لمنصب المدير العام، هذا اذا ما طرت من الوظيفه كلها. يا سيدي كتر خيرك والحمد لله اللي وصل التقرير لعندك، بس عفوا ابن العم كيف وصلك يا ترى؟ الحقيقه وصل لعند جوز اختي ابو محسود رئيس فرع الخمس خمسات، وطبعا هو بيعرف انك انت ابن عمي، فمشان هيك وصل لي قبل ما يرفعوا على الجهات العليا. وما قال لك مين كاتبه؟ بلا قال لي. مين هو ابن العم؟ بترجاك تقول لي. لا هيك ما بصير، اصلا ما بحق لك تسال هيك سؤال يا معروف. ولو ابن العم يعني اذا قال لي معزي عندك قل لي من هو، وانا بوعدك بشرفي ما جيب سيره لحدا مهما كانت الظروف. استغفر الله العظيم. اللي رافع التقرير واحد شوفير عندك اسمه هيثم. هيثم ما غيره؟ يخرب بيته شو لاقيه؟ وليش رافع فيك هيك تقرير؟ شو اللي عامله لحتى حقد عليك كل الحقد هذا؟ ما بعرف بصراحة، ما بعرف، بس أكيد في حدا محرضوا علي من يلي طمعانين بالإدارة ومطمعوا يحسن له وضعه. قصدك أكسن برشاني؟ ما في غيره، لأنه هو من زمان حاطط عينه على شركة الأدوات المنزلية. إيه معروف، وهلأ شو ناوي تساوي؟ ما رح ساوي شيء قبل ما يطلع قراري كمدير عام، وبدي منك ابن العم لو سمحت تحط وزنك عند الكبار حتى يطلع القرار، واعتبرها خدمة العمر، وما رح انسالك هجميلي ابدا يا ابو غسان. خلص اطمن، رح احاول كل جهدي. طيب ممكن اخذ التقرير؟ اطمن، وهي رح شقه قدام عيونك. لا لا شو تشقه، اعطيني اياه اذا بتريد، بيلزمني. ايه تفضل. الله يرضى عليك، اطلع جيب لي موبايلي من طاولة ابو غسان فوق. يعني عيني استاذ، شكرا لك. طمني معلم، ان شاء الله الاخبار حلوه بعد هالزياره باذن الله. وانت شو دخلك بهالقصة؟ العفو معلمي، بس انا حبيت اطمن مو اكثر. طمن يا هيثم، قرار تعيني رح يطلع بهالكم يوم. اكيد معلمي؟ ايه اكيد. والله العظيم انك بتستاهل، ان شاء الله يا رب الله يعلي مراتبك اكثر واكثر باذن الله. شكرا، بسم الله. الله يبارك فيك يا ابو فارق، الله يسلمك ويخليك وديما. لا والله لا والله، لا مو تقصير مني، بس امبارح طلع القرار. اي والله يسلمك يا سيدي، اصلا ما بيفرح لك الا كل محب. يسلمك يا استاذنا، شكرا جزيلا ابو فارح. ان شاء الله ان شاء الله، مع السلامه يا سيدي. الله معك، مع السلامه. الو، اهلا ابو عمار، شلون الصحه؟ الله يبارك فيك ويخلينا اياك. الحمد لله، الله يبارك فيك يا سيدي. القلوب عن بعضها. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا، إمتى ما شرفت أهلا وسهلا فيك. أهلين أبو عمار، الله معك يا سيدي، مع السلامة. بتعرف شو عم يخطر على بالي يا معروف؟ هاتي لشوف شو عم يخطر على بالك بقى.
جاي على بالي أعمل حفلة مطنطنة إلها أول ما لآخر، وأعزم أم وليد وأم راغب وخليهم يطقوا براس قلبهم. لك شو بدنا بهالقصص هلا؟ انسي. وليش لحتى أنسى؟ يا من تراهم شايفين حالهم علي، لك مع أنه جوازهم بيشتغلوا تحت إيدك. وين الأولاد؟ يقبروا قلبي بالزور حتى رضوا يروحوا على المدرسة مع رفقاتهم. قال شو بدهم يضلوا جنب البابا بأول يوم تعيينه. ومين أخذهم على المدرسة؟ ليش راحوا مع رفقاتهم؟ وينه هيثم؟ هيثم بارك لي وراح. مسكين قال مرضان وراسه عم يوجعه وما لح يقدر يجي اليوم. راسه عم يوجعه قلتي لي؟ ايه معافى ان شاء الله. الو. اهلين ابو مازن، اهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا سيدي ويبارك فيك. شبك امي؟ ليش حاطط الحزم بالجرن وقاعد؟ ما في شيء امي. ما بدك تروح تبارك لمعلمك امي؟ مبلا مبلا بس مو هلا، هلا راسي عم يجعني شوي ماري حسنة. سلامتك، جيب لك حبة وجع راس. اخذت امي اخذت. ليكون في شيء بينك وبين معلمك، حاكم مالك بالعادة تتركه وخاصة بهيك يوم. امي ما في شيء بيني وبين معلمي. عم اقول لك راسي عم يجعني بعدين ببارك له خلصنا. أهلين جمانة، أهلين تقبرين، تفضلي. مرحبا هيثم. أهلين جمانة. شبك؟ شايفتك مزعوج، شو كل هالقد شفتي بتكركب؟ لا ولو والله ما بعرف، عم بيقول راسه عم بيجعه. سلامتك حبيبي، عمل لك فنجان قهوة حتى يصحى راسك. اسلموا ايديكي. شكرا. طب زعلان مني؟ حدا مضايقك؟ يا جماعة ما بني شي، شبكم بقى؟ يه والله قصة، راسي عم يجعني، سموها بقى. ألو؟ أيوة؟ أي نعم، موجود. لحظة لو سمحت. هيثم، بدي أحكي مع معلمك. معلمي؟ معلمك معروف، شبك؟ الو. اهلين معلم. وينك يا هيثم؟ استفقدنا لك. قال مرضان؟ ايه والله معلمي، بس هيك راسي عم يجعني شوي. سلامتك يا هيثم، سلامتك. وكيفك هلا؟ لا الحمد لله، الحمد لله احسن. غلي قلبي عليك، قلت لحالي ليش ما باركت لي لحد هلا. ان شاء الله الف مبروك معلم. امتى جاي على الشغل؟ بتحبوا اجي هلا؟ لا لا، خليك لبكره احسن مشان تصح مزبوط. شكرا معلمي، كتر خيرك. الله يخلي لنا اياك يا رب ويعزك، ان شاء الله منه لاحسن يا رب. والله بتستاهل، الله يخليك. سلامتك معلمي، سلامتك. الله معك، مع السلامه. مع السلامه. شو ما بدك تعملي لنا فنجان قهوه؟ بلا. اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتوا. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الف مبروك مره ثانيه استاذ مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلا، شرفتوا. الله معكم. صباح الخير معلمي. صباح النور. اهلين هيثم. الله يخليك يا رب، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ليش معسر حالك انت منا وفينا؟ لا ولو شفنا والله فرحت لك من كل قلبي يا معلم. شكرا يا هيثم، هذا من اصلك الطيب. بتكون مني شي سيدنا؟ أنا رح أخذ المدام على النادي. لا لا ما في ضرورة، رح أبعت واحد غيرك. ليش معلي؟ أنا لا سمح الله عملت لك شي خير؟ شو في؟ أنت رح حطك حاجب رئيسي عندي على باب المكتب، وما بتدخل غيري اللي بقلك عليه، وهالشغلة أحسن لك مشغلة شوفير. وطبعا كل فترة وفترة رح أعمل لك مكافأة وزيادة راتب بقى. شو رأيك؟ الله يخلي لنا اياك يا رب، الله يخلي لنا اياك ويعزك ويعلي مقدارك يا رب. صحيح هالشغله ما بتناسب طموحاتك، بس صدقني يا هيثم يا ما في ناس متمنينا بقى. روح سلم السياره وارجع لعندي. امرك سيدي، امرك تؤمر.
طمني امي، ان شاء الله مرتاح هلا بشغلك الجديد. كثير كثير يا امي كثير. الله وكيلك الكل بده مراضاتي، وعينك تشوفيهم هنن عم ترجوني بس مشان حتى ادخلهم لعند معلمي. لا وفي منهم عم يعطوني المعاملات اللي لحتى مشي لهم اياها. وعلى ترجي وعلى ترجي، ببوس ايدك من شان الله من شان الرسول. الله يخلي لك اولادك، وانا عم بتامر عليهم مثل الامبراطور. لا وفي ناس مهمين كثير منهم. إيه لا امي ما بيصير هيك، الله يرضى عليك، يعني ما بيجوز انه الله حرام. امي انا ثبت لي انه الناس ما بتجي غير بالعصايه، خلصنا بقى. لا هيثم بعدين بزعل منك. ها امي انت شو بدك؟ انا بعرف منيح شو عم بعمل. لك امي انت عرفتي تربي، ربيتي رجال. الله يرضى عليك. تسلم يا رب. رجعونا لورا يا شباب، رجعونا لورا يا عمو. رجع خليني اغلط معك اذا بتريد. رجع لورا، رجع لورا، يلا رجع انت لورا، رجع رجع على الباب، على الباب، يلا على الباب. خليك هني. انت بس قل لي الاستاذ هون ولا مو هون؟ يا اخي قلنا لكم 100 مره الاستاذ ماله هون، افهمونا بقى. الله يرضى عليك. بس انا مضطر اوقع المعامله. رجع لورا، رجع لورا، مضطر اوقع المعامله. لسه من قلكم دور تقولوا احلبوه، الاستاذ ماله هون يا اخي. طيب اخي خلي لي المعامله عندك وبرجع باخذها منك بس توقع. عمي انا ما بخلي معاملات معي، رجع لورا اذا بتريد، رجع لورا اذا بتريد، ارجع على ورا يا سمتري. يلا لعند الباب ارجع. هي 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 وين؟ شو باب خان؟ لا ما في شيء، بس عندي موعد مع الاستاذ معروف. الاستاذ معروف ماله هون؟ شلون ماله هون؟ سيارته تحت بالمرآة. اخي الاستاذ معروف ماله هون يا حبيبي. فوت قول له الاستاذ عادل بده اياك. استغفر الله. انا حكيت معه من شوي. عمي عم نحاكيهم للجماعه وعم نحاكيك، الاستاذ معروف ماله هون. تفهم عربي حضرتك ولا ما بتفهم؟ لا ما ضربك انت اللي ما بتفهم. شلون ما بفهم انا؟ ولك انا بفهم قد 100 واحد مثل حكايتك. ها عارف مع مين عم تحكي له؟ ليش انت عارفان مع مين عم تحكي؟ لك عمي حليق. ولك يخرب بيتك شو وقع؟ فوت قول له بدي اياك. خير خير شو في؟ الافندي ما بده يفوتني لعندك. معلش استاذ عادل انا عطيت تعليمات. تفضل تفضل اماني اعملي له قهوه. حاضر استاذ. برافو عليك يا هيثم، برافو، هيك بدي اياك. تأمرني معلمي؟ تعال عندي بعد الدوام عاوزك. حاضر معلمي. حاضر. رجعوا لنا لورا اذا بتريدوا، الاستاذ عنده اجتماع كثير مهم وشفتوا بعينكم. يلا رجعوا لنا لورا، راجعونا بكره. يلا يلا الله معكم، مع السلامه. الله معكم. الحقيقه انا مبسوط منك كثير يا هيثم. الله يخلي لنا اياك يا معلم. وعلى هوا ماني ملاحظ شغله الحاجب عم تسبب لك مشاكل وعم تخليك متوتر على طول. اي والله يا استاذ. ولهالسبب أنا راعينك مدير المرآب. شو بك ساكت؟ شو رأيك؟ أنا؟ ليش لا؟ تستاهل. يعني بدي إياك تكون مسؤول عن سيارات الشركة كلها، عن جاهزيتها، صيانتها، صلاحيتها. وبيني وبينك هالوظيفة حاطت عينه عليها المهندس فواز، بس أنا ما بتطمن له. الله يخليك يا استاذ، الله يخليك، الله يعزك من فوق. والله انا يعني انا فعلا ما لي عارفان شو بدي اقول لك، يعني عم تعطيني اكثر من حقي بكثير. تستاهل يا هيثم، تستاهل. انت انسان مخلص ووفي وبتحبني، وانا بدي كافئك على اخلاصك. والله يا استاذ فعلا يعني فعلا احرجتني كثير، وأنا ما لي عارفان كيف بدي أتشكرك. لا تشكرني ولا شيء، وأنا رح خصص لك سيارة إلك مشان تبقى معك على طول. مبسوط هيك هيثم؟ كتير والله يا أستاذ، كتير 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 مبسوط. بتأمر شيء هلأ أستاذ؟ لا الله معك، مع السلامة. تفضل تفضل استاذ هيثم. هي مفاتيح سيارتكم، السياره جاهزه ومن مجاميعه، عملنا لها صيانه وغيرنا لها الفرش والدواليب. يسلموا الايدين. بتريدوا شيء ثاني؟ بدي سلامه قلبك. الله معك، مع السلامه. صباح الخير استاذ هيثم. يا صباح الخير، صباح الخيرات والليرات. اهلين انسه. استاذ هذا كشف مفصل بحركة السيارات لهذا الأسبوع، وهذا كشف تاني بالآليات اللي بدها تصليح، وهذا جدول كميات البنزين اللي صرفناها. بقى ياريت حضرتك تطلع عليهم وتدققهم وتوقعهم.
على عيني وراسي. تسلم عينك وراسك. أنا رح أتركن عندك. شوفن أنت ودائف. ما في مشكلة، مو مشكلة. إذا بدك شي أستاذ، أنا بالغرفة هون وراك بالمرآب. اسمي روان، مسؤولة أرشيف الآليات. رقم الفرعي تبعنا 3-3-5. بالإذن. الله معك، الله معك يا سروان. مع السلامة. يعطيك العافية أستاذ هيثم. يا أهلا وسهلا. أنا كامل بقاجي وكيل قطع تبديل آليات سيارة شرقية وغربية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شرفنا. تفضل افتح. تفضل. الحقيقة ما عندي وقت. نحن نتعامل مع شركتكم من زمان. المدير العام الأستاذ معروف بعتني لعندك حتى أتفهم أنا وياك. الله يخليك. أهلا وسهلا. تشرفنا أنت والأستاذ معروف. أستاذ معروف على رأسنا من فوق. تشكر يا سيدي. بس أكيد هو ما رح نقدر نحكي على حريتنا. تفضل. هي كرتي وأرقام تليفوناتي. بالمناسبة أنا عازمكم اليوم على العشاء أستاذ هيثم بالمرح لاند، وبتمنى تقبلوا الدعوة. ولو يا أستاذ كامل، نحنا متشرف. بتحبوا مر وآخذكم من البيت؟ لا 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 أستاذ، لا ما في داعي. أنا معي سيارة. معي سيارة. أصبح على موعدنا المساء. يلا بالإذن. إن شاء الله. إن شاء الله. الله معك أستاذ كامل. الله معك. ألو، أهلي، مين عم يحكي؟ مين أبو مروان؟ شوفير الباص. إيه أهلين. أهلين أبو مروان. لا أنا مدير المرآب الجديد. أهلين فيك. أمور؟ إيه ما في مانع، بحرك الباص الكبير. إيه متى بدك يا؟ إيه بسيطة، معناتها خليلي أبو سعيد يحرك المرسيدس بعد الظهر. أيوة بالضبط. ويعبي مازوت إذا بده مازوت. ماشي الحال، عطيناهم البونات مباري. يلا الله معك. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. نعم. معيتك بعت لنا باكيت دخان على البيت. بعت لك باكيت دخان وليش ما بتاخده معك؟ شو ايدك مكسورة؟ بعدين الدينات اللي عليك لسه ما انشطبوا من الدفتر. عشنا وشفنا والله، عشنا وشفنا. مساء الخير امي. اهلين امي. مساء النور. حط لك عشاء؟ لا امي دخيلك، معزوم على العشاء. معزوم؟ مين عازمة؟ كامل بحاجي. من وقت كامل بعاجر رفيقك؟ لا مو رفيقي، بس راح يصير رفيقي ان شاء الله. ايوه. معناتها راح تتاخر الليله. ايه راح اتاخر، لانه امي هدول اكابر سهراتهم ما بتبلش للعشرة المساء. بس انت وعدت خطيبتك جمانة انه تروح لعندها الليله، ولا نسيت؟ لا ما نسيت امي، بس هاي العزيمه ضروريه كتير وما فيني روحها من ايدي. اكيد جمانة راح تزعل منك هلا، لانه صار لها يومين عم تستنى زيارتك. ما بصير تزعل. ليش لا تزعل؟ ما بصير تزعل امي، هاي سهرة فيها شغل وضرورية لمستقبلي، ورح يجيني من وراها كتير 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 اشياء منيحة. امي الله يرضى عليك، افتح لي تليفون واعتذر منها. بعدين امي بعدين انا ما بحب حركات النسوان هاي، شد دلع البلا طعمة يعني. يا اهلا وسهلا استاذ كامل. الامور؟ والله اللي بده يأمر اليوم الأستاذ هيثم، لأنه كلياتنا بأمره اليوم. يا أهلا وسهلا فيك. يعرف شو منك، يعرف شو منك يا أستاذ كامل، بتضلوا الأصل أنت ولو. تسلم. شو في عندكم؟ في عندنا كل شيء، شاف، كباب، شرحات، سمك، فيلي، كوردون بلو، دجاج، فري. حلو حلو. طيب معلش، ممكن تجيب لنا الفاتورة لو سمحت؟ فاتورة؟ إيه. قصدك الليستة؟
ليستا بخيل عينك ما تواخذني. ولا يهمك ولا يهمك. بسيطة بس. نبضك ونحن. الحقيقة أنا كنت أسهر بهالمطعم كل أسبوع مرتين تقريبا مع الأستاذ أبو خالد مدير المرآب السابق. كنا ننبسط مع بعضنا كتير. بصراحة ما بخبي عنك أبو خالد استفاد كتير من التعاون معنا. أيوه. تعرف شو صار عنده هلا؟ صار عنده خزفة عين، ثلاث شقق جاهزة، واحدة على العظم، وسيارة حديثة وشالية على البحر. ليش لا؟ الله يهنيه. الله يهنيه يا سيدي، وعقبال عنا إن شاء الله. الله كريم يا أستاذ، وتأكد إنه رح يصير عندك مثلهم وأزود. سألني أنا. بالمناسبة، اسمح لي أقدم لك اليوم الهدية البسيطة هي لو سمحت. تفضل. موبايل؟ اي نعم، هذا الموبايل ومعه خط مفتوح وشغال وكاميرا كمان. يسلموا اليدين. شكرا استاذ كامل. عفوا لو. تفضل استاذ. سلام. الله يشي بحيك يا اخي. زلمه ما شاء الله كل شيء موجود عندك. طيب انا باخذ سمك مقلي مع شويه مقبلات. ولا مثله. تفضل. تشربوا شيء قبل الاكل؟ لا لا، انا اجيب لي كولا. خلينا نحكي بالشغل شوي هلا قبل ما يجي الطلب. ليه بتأمر استاذ؟ تفضل. صباح الخير استاذ هيثم. يا صباح الخير. هاي الكشوفات الاسبوعية. جينا نشوف. بدك تسلمي لي انت وكشوفاتك، ايه؟ هذا موبايلك استاذ؟ ايه شفتيه؟ شوف ما احلاه موبايلي، حبيتي؟ بجنن بجنن. حلو كتير، اكيد عجبك. طبعا عجبني، مين بيشوفه ما بيعجبه. استاذ هيثم، بالمناسبه يعني ممكن اخذ موبايلك؟ لانه عفوا رقم موبايلك. ايه لانه ممكن احتاجك يعني. ايه طبعا شغل. طبعا عيوني ولو. هلا سجل لك اياه. هيك ما احلاه، حلو كتير. شكرا. حلو صغير هيك نعوه مثل حكايتك. شكرا. ايه يلا ها، هذا رقمي حطيه عندك انت، سجلي. طيب ايه. ما قلت لي استاذ ليه اخذ رقم موبايلك؟ اخذت رقم موبايلك بصراحه، لك بصراحه سوري اسف، انا حابب انه اليوم يعني اذا ما عندك شيء نطلع نتغدى سوا، شو رايك انت؟ تفضل استاذ. سيارة مليانة بنزين. يسلم والدين، فللت على أخير؟ على أخير. حلو كتير. أستاذ. اللي. دير بالك من الأنسي روان. دير بالي منها، ليش خير؟ شوفي. ظريفة المخلوقة، ما فيها شيء. صحيح ظريفة. ايه؟ بس أبوها مسؤول كبير. يا لطيف. السلام عليكم. مع السلامة. مسؤول كبير. وهو المطلوب. كلي يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. مع السلامة. خير مستر؟ عطنا باكيتين دخان على البيت. الولد مو هون. شو بدك انت؟ انا مالي فاضي. ما فاضي. الحارس. ضربوا الحارس. يلعن ابو هالزمان العاطي. الله يرضى عليك يا رب. الله يسلمك. ان شاء الله بقولها. ان شاء الله بخدمك بفرحك يا حبيبتي. يسر لك راسك. الله يكلل لك بالرضا. شو ربيتك ما ارزلك مثل القرود. مرحبا امي. اهلين امي. مرحبا جمانة. اهلين. اعطيني البربيش الله يوفقك. ليش هو البربيش امي؟ بدي اغسل السياره امي. هلا اتركنا من البربيش وعود تغدى معنا. جمانة طبخت لك محاشي كوسه وقرعه وباذنجان. امي ما فيني، الله يخليكي معزوم. معلش اعطيني البربيش لو سمحتي. ولا قوه الا بالله. وين معزوم؟ ما عرفتي. برميش اعطيني. اعطيني هون. ايه. مو حلوة. جمانة جاي خصوصي مشان نتغدى سوا. الله يرضى عليك، روح اعتذر من رفقاتك. امي شو اعتذر من رفقاتي انت الثانية؟ حول ولا قوة الا بالله. اتركي خالتي اتركي. تريدي شيء مني؟ لوين؟ بروح على البيت. عظيم بيمين ما بتروحي الا لحتى تتغدي. خالي مالي نفس، خليني اروح. لا حول ولا قوة الا بالله.
افتحي لي المي امي، افتحي لي المي. سمير تعال شوف، تعال هيا حسابك عمي هيك شبرق فيه. ايها يسلم لي عينك. وهي قديش هي؟ 100 ليرة. جيب لي فيها تعطوصة وخلي دقيقة بس انت بتأمر امر. يلا على السريع. الو يا مالي يا مالي. لا لا ما بتأخر ما بتأخر، مشوار الطريق مشوار الطريق. تفضل عيوني. ايه على عيني معلمي على عيني. يلا الله معك، مع السلامة مع السلامة. هات رغب سمير. قلي يا هيثم، ان شاء الله مبسوط بشغلك الجديد؟ طبعا استاذ طبعا، الحمد لله، شو بدي احسن من هيك، الله يخلينا اياك. الحقيقة انا باعت وراك لانه الوزارة طلبت مني رشح 2 من عندي حتى يروحوا بعثي على المانيا. نعم استاذ. لأنه نحن بشكل أو آخر رح يلزمنا مختصين عاملين دورات بأوروبا حتى يفهموا بالآليات الجديدة اللي رح نشتريها، وأنا رشحتك لهالبعثة، بقى شو رأيك؟ رشحتني إلي أستاذ على البعثة؟ ليه لا؟ أنا يعني بدي روح على ألمانيا. الله يخلي لنا إياك. الله يسلمك. الله يسلمنا إياك ويخلي لنا إياك. إن شاء الله ما بتشوف يوم أسود يا رب. مدة الدورة هي سام 9 شهور والقبض بالدولار. يا سلام. أنا من إيدك هاي لإيدك هاي أستاذ، اللي بتريده. هذا من جهة. من جهة تانية، إذا كنت من الأوائل بهالبعثة التعليمية اللي رح أبعتك فيها، رح أقترحك تصير مدير لأحد فروع الشركة. معلم أنت بس بتأمر بتأمر وأنا بوقالك على بياض. أصبح يلا روح جهز حالك للسفر، لأنه سفر بعد أسبوع على الأكثر. حاضر معلمي. بتريد شي حضرتك مني؟ لا لا سلامتك. هنيني امي، باركيلي. بشرني، رجعت جمانة؟ لك شو جمانة؟ عم لك هنيني بتقلي لي جمانة؟ على شو بدي هنيك؟ امي انا مسافر على المانيا 9 شهور. المانيا؟ يعني بدك تسافر وتتركني؟ لك يا امي 9 شهور بس، وبعدين رح ارجع اصير مدير فرع بالشركة. ايه مثل ما بدك، بس قبل كل شيء لازم تصالح جمانة. صالح جمانة؟ والله اللي بسمعك بيقول اني انا اللي تركتها، ما هي اللي زتت الخاتم. يا امي جمانة تحملتك كتير وصبرت كتير، ما لازم تحاسبها على زتت الخاتم. معلش مو مشكلة، كل شيء بيتصلح. امي بدك الصراحة، جمانة ما عاد تناسبني. دخلك ومين اللي بيناسبك بقى؟ بعدين بتعرفي امي. انا فايت نام، بدك شي؟ ما بدك تتعشى؟ لا ما بدي. تصبح على خير، دعي لي. تفضلوا معلم، ألف مبروك. يسلموا إليك. شكرا. الله يسلمك يا سيدي. تريد شيء مني معلمي؟ لا سلامتك، بس روح ودي لي معلمتك على النادي وارجع لها بسرعة، ما تأتي لي إياها على بطال. حاضر معلم. جبت لكم شيء بالطريق؟ لا سلامتك سلامتك. يسلموا إليك. شكرا. الله يخليك. لا تسكر الباب وراك.
عيسى. مين عم يحكي؟ كيف؟ لحظة 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 لأستوعب. شو عم تحكي أنت؟ لك يا أخي شو عم تحكي؟ أنا طلع أمر بيعفاي من مين؟ مين اللي قال لك أنت؟ مين اللي حكى هذا الحكي؟ شو عم تسوي على الطاولة؟ تفضل، هي أمر تعييني رئيس المرآب، موقع من المدير العام الأستاذ معروف. لعنا يا شو الكذب هاد؟ ليش عم تكذب أنت؟ ما إمتى بتحب تسلمنا مفاتيح الدروج؟ لك حليلك عمي حليل. ألو، إيه حبيبي؟ إيه خذوا الباص الكبير. نعم؟ إيه. وين؟ مرحبا. أهلا. استاذ معروف موجود؟ لا لسه ما اجى. ما اجى لسه؟ لا. انت كذابة. وين يا اخونا؟ وين فايت؟ شباب ليش عم تدفش؟ فايت عند الاستاذ معروف بدي اياه ضروري. الاستاذ معروف ما له هون. شلون ما له هون؟ انا بعرف انه جوا. الله يخليك خليني فوت. لك شو انت ما بتفهم عربي؟ عم اقول لك الاستاذ معروف ما له هون، لسه ما اجى. فهمت ولا عيد وقفتي؟ لا بنفهم عربي. وين استاذ؟ بدي احكي مع معلمي. استاذ خليه يفوت يا ابراهيم، خليه يفوت. يسر عمي، يسر. صباح الخير معلمي. شوف يا هيثم، ليش جاي لعندي؟ معلمي رحت على المرآب، قال انت مطلع امر باعفائي من رئاسة المرآب، صحيح هذا الحكي؟ مو بس هيك يا هيثم، انا عينتك بالمرآب وعطيتك مكتب وسيارة وبعثت لك كامل مستورد الآليات حتى تستفيد منه، وخليت روان يلي هي بالاساس موظفه عندي تعطيك ريق حلو تتحركش فيك. ساعدت لك ببعثه لالمانيا، كل هالشي من صنعي من تدبيري. كتر الله خيرك يا سيدي. والله انت مفضل طول عمرك علي، بس يعني انا ما عرفت ليش عزلتوني من المرآب يعني. اها، يعني ما بتعرف الجواب يا حقير، ما هيك؟ لا والله يا سيدي، ما فعلا ما بعرف. تعرف هالتقرير يا قليل الوجدان؟ أنا تقرير سيدي ما بعرفه. أنا سارق 1.5 مليون وحاططهم بقبروس؟ ما تجاوب يا قليل الأصل. سيدي أنا ببوس إيدك، أنا داخل على عرضك، مش عن الله. شو وعدت خصمي أقسم ولا؟ سيدي أنا بعمري بوجداني أنا، والله ما أنا غلطت يا سيدي، أنا ببوس إيدك. بوس إيدك، سامحني سيدي. لك يخرب بيتك، كنت دمرتني وخربت بيتي. انت خرجت تلعب مع الكبار يا محتال. لك الله يلعن ابو الطمع يا سيدي، الله يلعن ابو الطمع. مش على الله يا مدام، احكي لك شي كلمه. معلمي اعتبرني مثل ابنك واخطا سيدي، ما بتسامحني؟ الله يوفقك، بس لا تعفيني من الوظيفه من شان الله. ما فشرت يا خاين. معلمي الله يخليك، من شان الله، والله بتكسب ثواب عند الله. انا غلطت منكم السماح، والله العظيم ما عاد فيني اعيش مثل قبل، ما عاد فيني. شو بدي احكي قدام اهلي واهل حارتي؟ شو بدي اعمل؟ لك ان شاء الله عمرك ما تعيش. يلا نقلع من وشي. كرمالي سيدي. لك روح. مدام احكي لك كلمة. هات مفتاح سيارة ولك، هات مفتاح سيارة. والموبايل كمان. ان شاء الله صدقت انه الاستاذ كامل هو اللي هداك الموبايل. شوف ولا، انت من هلأ ورايح رح تشتغل شوفير، بس مو عندي، رح تشتغل شوفير على باص الشحن تبع حلب. يلا نقلع من هون. واوعك تقرب على الآنس يا روان، لانه روان تقربني بتخصني، مفهوم؟ عادي حط لك عرق مليسة بكاسة الشاي؟ ايه حطي اطيب. ما شبعت قراية جرايد؟ ايه فصفصتها فصفصة لجريدة من الصبح لهلا. رح معك، بس شو بدي ساوي؟ عم اتسلى، دخيلهم هنن هو الجرايد تبعهم. ايه قوم اتسلى لك بشي مفيد، دورنا على بيت، حاجتك كسلني بقى.
ولا يهمك عفاف ولا يهمك، الله وكيلك كل الحارة عم تدور لي على بيوت أبو سعيد المسوتي وأبو عزيز مزربان وأبو كامل الفحل. إيه وشو طلع معهم؟ لا تنسى إنه ما بقي معنا غير 20 يوم لنسلم هذا البيت. صحيح، بس لا تنسي كمان إنه نحن ما أنبطنا من الشاري إلا الرعبون وبس، بقى شلون بدنا نسلم البيت ولسه ما دفع كامل المبلغ؟ ليش مو كاتبين بالعقد الدفع الكامل عند التسليم؟ بلا. لكن ليش مبرد قلبك؟ لا تكون بدك تقلب ها؟ لا شو قلب؟ بس بس شو؟ احكي عادل، لا تخبي علي، بشو عم تفكر؟ بصراحة يا عفاف بعت هالبيت صعبان علي كتير. ما فهمت، من أنو ناحية صعبان عليك؟ مثل ما بتعرفي يا عفاف هالبيت ولدت فيه أنا وأخواتي السبعة، وأبي الله يرحمه كمان ولد فيه هو وعماتي جيهان وفريدة، يعني هالبيت هاد مو بيتي وبس، هذا بيت العيلة. شلون بيت العيلة بقى؟ مو من جيبتك دفعت لك الواحد حق حصته وصار البيت إلك لوحدك وكل واحد منهم تيسر بحال سبيله؟ أنا ما عم بحكي من الناحية المالية، عم بحكي من الناحية المعنوية. إيه دخيلك أنت والناحية المعنوية تبعك، أصلا ما هلكني بهالبيت إلا الناحية المعنوية. شلون يعني؟ يعني كل يوم والتاني دق مين افتح، اختك وجوزها وولادها جايين تغدوا بالبيت العربي، بيت العيلة المصونة، حتى يتونسوا ويتروحنوا ويتذكروا الماضي والطفولة تبع اختك شهيرة خانم. وكل الشهر عندي عزيمة مطنطنة بيجتمعوا فيها القرايبين والخلان حتى يتمتعوا برطوبة أرض الديار والسهر على المشرقة تحت الدالية. حاجتك بقى حاجة، خلينا نبيع هالبيت بقى ونخلص من هالقصة ونرتاح. طيب ما بدي افهم بشو مضايقينك اهلي، صحيح كتير من الاوقات عم يتغدوا ويسهروا عنا، بس الجماعة ما عم يقصروا يا عفاف. وبشو ما عم يقصروا يا بعدي؟ يعني عم يجيبوا اكلهم وشربهم معهم وما عم يخلوك يتقاتي باي حركة. مزبوط، بس مين عم ينظف من وراهم؟ الله وكيلك بيتركولي البيت مثل المزبلة. سبحانه مين رح يريحني من هالتعتير والشنطة والبيت وقرفه. شو لهالدرجة كاتمة بصدرك وما عم تحكي؟ واكتر يا سيدي، بس أنا بقول لحالي يا بنت سكتي، أنت بنت أكابر ومربية، ما بيجوز تزني على رأس جوزك وتنكدي عليه عيشته. هو بجوز كنت تعاني من هالمسألة، بس بضل هالبيت بالنسبة إلي مخزن ذكريات وأطياف وقصص وحوادث. إيه حاجتك بقى، حاجة مو قاتلني بهالدنيا غير الرومانسية تبعك، القصص قالوا ذكريات. إيه والله ما بنسى لما نطت علي الحية من السقيفة، كل ما بتذكرها بيتكهرب جسمي وبوقف شعر بدني. هلأ ما كنت تنسي هالقصة؟ هالقصة صار لها 12 سنة وحست بالصدفة. صدفة؟ أنا صدفة هاي؟ كنت رحت فيها وما حدا سمع علي. قال صدفة قال حية قاعدة معنا صار لها 3 سنين بسقيفة ونحنا يا غافل إلك الله. بعدين قليل اخدامت مثل هيك بيت، يعني شو بدي لحق للحق شطف وكناسة ومسح وتنظيف بلور وسائز ريعة وتنفيذ غبرة. ايه والله شي بيكسر الظهر. هلأ انت ليش بتحبي تقلبي المواجع؟ خلاص كل 20 يوم بنشتري البيت وبتسكني فيه وخلصت المسألة. بعرف، بس اللي مضايقني منك لمعة عينك اللي عم توحيلي بأنك ندمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولك صدقيني رح أبيعه يا عفاف، رح أبيعه وحياة الله رح أبيعه، يا ناس يا عالم رح أبيع البيت. صدقتي؟ لكن ليش عم تقلي ذكريات ومكريات؟ ولك يا حبيبتي يا عفاف أنا بشر من لحم ودم، يعني ما بيحق لي حن؟ لسه ما تركته حتى تحن له. المهم هلأ إمتى جاي أخوكي؟ ما بقى إلا يوصل. قلت له جيب الكاميرا معه؟ يو قلت له، لكن ليش جاي؟ وإمتى جاي؟ ما بعرف. ها ليك وجه ابن الحلال عن ذكره بيبان. اهلين تقبرني، تفضل. اهلين اختي، كيفك؟ الحمد لله، تفضل. مرحبا صهري. اهلين نبيل، اهلين وسهلين. خير؟ قال بدك ياني؟ ايه والله يا نبيل بدي اياك. مور انا بالخدمة. وشو بك مستعجل كل هالقد؟ يفضح حريشك، شو بصرتك محروقة؟ عود شوي حتى نشوفك ونحكي لنا جوز كلام. صدقني مستعجل، معلومك اليوم جاي خالي من السفر ولازم استقبله بالمطار. وينك وين المطار؟ لسه النهار بأوله. صحيح، بس لازم مر على المخبر اطبع الصور اللي معي وبعدين طالع على المطار. بقى شو مطلوب مني؟ انا جاهز. كان بدي منك تاخذ لنا هيك صورة تذكارية انا وعفاف بباحة ارض هالديار قبل ما نبيعه حتى تضل ذكرى. الف طلب مثل الطلب. بس مو حلوة تاخذ لنا اياها ونحن بهالاواعي، مو هيك؟ خلينا نغير اواعينا على بين ما تشرب انت فنجان القهوة. خلص اذا هيك الموضوع ما في مشكلة. ايه تقبرني، لكن روح ساوي لنا دولة قهوة لأنه أنا بحب القهوة من تحدياتك. تأمري أمر أختي. يلا امشي.
جاهزين؟ هلا بدي اسألك، المنظر هيك أحلى ولا الزاوية هديك أحلى؟ لا هون أحلى. عنقة صهري عنقة، ليش واقفين مثل يلي ماله علاقة بالتاني؟ كأنكم ناطرين الباص. أنا مقرب بس هي بعدين. حط إيدك على كتفها. طيب وهي حطيناها. ابتسم صهري ابتسم، ليش عبس؟ حزنان على فراق البيت لا تقرف. يلا تشيز. واحد اثنين. لحظة أخي لحظة، الله يخليك، هي أمك وعدتها أتصل فيها ولهلأ ما اتصلت. لحظة واحدة بس. ألو. أهلين ماما، أنا مشتاقت لك بالأكتر. أي والله مشغولة شوي، أخي نبيل عنا عم يعملنا صورة مع البيت قبل ما نبيعه. ها قلتي لي صورة عائلية مو هيك؟ ما اختلفنا، بس أنا وين رحت؟ ولا جنابكن معتبريني غريبة؟ لكان شلون ما بتعزميني يجي يتصور معكن؟ ولا خلاص صرت حرف ناقص تستحوا فيني؟ لا ولو ماما، انت الخير والبركة، بس صدقيني صارت الشغلة كلها صدفة. صدفة؟ لا حبيبتي كذابة، اتفقتي انت واخوك واخدتي منه موعد، بقى لا تفوتي فيني عبر بخلص وتجدبي علي. على كل حال اذا حابة تتصوري معنا شرفي، نحن بانتظارك. لا ستي، لا بدي اتصور ولا انضرب على قلبي، خلوني هيك غريبة عن العيلة بيكون احسن. لكان شو معناتها هاي الحركات البايخة اللي عم تعملوها فيني؟ ايه يلا يلا ماشي الحال، هلأ بيجي مسافة الطريق بكون عندك. الله معك. خير شبه حماتي؟ لك كم مرة بدي قلك ما تقول حماتي، قول مرت عمي. اي ما اختلفنا هلأ، شبه أمك. قال بدها تجي تتصور معنا لشي مو من العيلة. من العيلة؟ مين قال عكس هالشي؟ خلينا نستناها هلأ شوي وبتجي. طيب خلينا ناخذ الصورة هلأ عربي ما تجي. لا 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 بنوب أمي وبعرفها، إذا أخذنا صورة لحالنا بتعملنا فنطيق الأول ما له آخر. خمس دقايق وبتجي. خمس دقايق على بين ما تتحطى وتتمطى بدها ساعة. يلا تشيز. واحد اثنين ثلاث. وقف هيك بدكم تحطوني من عجنب مثل المزبولة؟ وين بتريد توقف يا حماتي؟ تعالي تعالي لجنبي وقفي إذا بتحبي. تعالي تعالي الله يخلينا ياكي. قربي قربي معلش. يلا تشيز. واحد اثنين كمان. لا. هيك مع بصي كلها وقفة الطرف مو عاجبتني مو حلوة. طيب مو مشكلة، تعالي وقفي بالنص. تعالي تفضلي. يلا تشيز. واحد اثنين ثلاث. وقف عندك هيك بالنص مثل خازوق البحرة. خازوق البحرة؟ حيرتينا حماتي، وين بتحبي نوقفي؟ وقفك على راسي يعني؟ لا ارفصوا انتوا الاثنين وانا بضلني بطولي واقفه وراكم مثل هدول تبعون كره القدم. يلا. لا ايوه يا امو، شو نرفس ما نرفس، مو حلوه الصوره ونحن مقرفصين. حلوه نبي؟ لا مو حلوه بس بتصير. روح شوف مين. اي ماشي. لا تصوروا لا تصوروا. أهلين أمي. أهلا وسهلا مرحبا. أهلين فيك يا أمو. شو شايفتك مطقم من على بكرة؟ خير إن شاء الله وروايح العطورات طالعة منك، مالك بالعادة تقبرني. شايفة أمي شايفة، هو أنا قلبي دليلي مثل ما بتقول لي الأمراض، فشو قلت لحالي يمكن أمك تزورك يا ولد، بقى البيس وتعطر حتى إذا باستك ينتعش قلبها. حاجة بقى لا تجذب علي، اللي مين في عندكم جوا قوام؟ حماتي. أنعم وأكرم. معلش امي الله يخلينا اياكي، لا تعملينا مشاكل، فوتي سلمي عليها فوتي. يلا. صباح الخير. صباح الخيرات ام عادي. صباح الخير طان. طان سعاد، هاي الكلمه اللي بقى تحكيها بنوب طالعه بشعه من تمك. احكوا عربي بقى، احكوا عربي. شو صايركن انتو بنات هالايام ناطين ومو حاطين؟ يا على مهلك شوي على البنت ست ام عفاف، شو قالت لك؟ ما
ما قالت شي تقبريني، انا عم احكي من شان صالحها. كيفك سيد نبيل؟ الحمد لله، الله يطول بعمرك خالي. شلونك عفاف؟ الحمد لله مرت عمي، اهلا وسهلا. خير، شايفتكم لابسين ومطقومين، شو القصة؟ ما في شي مرت عمي، بس حبينا انا وعادل ناخد صورة عائلية للذكرى بهالبيت قبل ما نبيعه، هي هي كل القصة. ها قلتيلي بدكم تاخدوا صورة عائلية مع بعض كل البيت، ما هيك؟ هيك صورة بسيطة للذكرى. ويا ترى ما استنضفتوا تصورونا معكم ولا شو القصة؟ لك ماما شغلي كلها صارت بالصدفة، انا وعفاف كنا بدنا نتصور لحالنا، ما بدنا حدا. بس ونحن ورا الكاميرا رن التليفون، لما رن التليفون نحن خلص معها، خلص حاجة تبربر، حاجة تتفلسف. لو ما رن التليفون خلصنا انتهينا، انا بعتبر حالي خارج العيلة. وانت تتهنى بعيلتك الجديدة، امشي سعاد امشي، ربوا اتعبوا. قال تعي امي هيك، انت عصبية ليشك؟ مشان الله طولي بالك شوي، لا تخطفي الكباية من راس المعونة مشان الرسول. صدقيني انت الكل بالكل، ومو محرزة المسألة تزعلي مشانها. لك يا حيوان، انا مالي زعلانة مشان الصورة، انا زعلانة على قدري وقيمتي يلي انت مالك قايم لهم اي اعتبار. حماتك بتخبرها تعي حماتي تصوري معنا، اما امك اللي ربتك وتعبت عليك وسوتك رجال صارت هلا كخ، صارت برات العيلة بنظرك، ما هيك؟ بسيطة يا عادل بسيطة. شو عليك؟ امي ليش ما عم تصدقي؟ اقسم لك بالله تعالى هي اللي فرضت حالها فرض، انا ما قلت لها ولا قالت لي. ايه روح لك الروح، روح انقع واشرب ميتها تتهنى فيها. امي بوس ايدك مشان الله، يخلينا ياكي مرقينا اليوم على خير وتعي تصوري معنا. الله يخليكي. فشرت انا اتصور معكم. حول ولا قوه الا بالله على العلقه. لك سعاد احكي معها، شو بكي واقفه مثل السطمه، شو بكي ساكته؟ احكي. ماما والله اخي عادل ما بيعملها، هو بيحبك كثير وبيحترمك. بيحترمني؟ لو بيحترمني كان خبرني وقال لي تعي يا امي تصوري معنا، لانه الصوره العائليه ما بتحلى بدونك. بس شو بدي اقول يا عيب الشوم. ماما لا تظلمي، والله عنده اياكي فوق الدنيا كلها. اصلا شرف العفاف وامه اذا كنت انا طالعه بالصوره. اكيد ماما اكيد. شوفي اذا ما طلعت بهالصوره ليندم كل حياته. ماما بعرف انه انت قلبك طيب، رح تسامحي وتغطي نظر عنه. بسيطه كرمالك رح اسامحه، معلش خليها تبين المنيحه معه. شايف بعينك؟ تسمع شو عم يقول؟ بس ايدك عمي ان شاء الله. الله يخليك، يعني الله يخليك. خليني معلش معلش. لا لا محشومه، لا لا. انا بقول لك شبها هو ما في شيء، بس امي مفكره انه نحن يعني لما اجى النبي. يلا رايح شيبه خليكم هون. امي الحبيبه تسلمي لقلبي، الهي يخلي لنا هالوش الحلو قمر مصور. عم تتظارف معي ما هيك؟ انا بفرجيك بعدين. والله الصوره ما بتحلى الا موجوده. يخلينا يا كيمي. يلا حبيبتي، يلا وقفي هون لقلبي، وقفي حماتي. يلا نبيل نبيل يلا. طب ليش واقفين هيك مثل طابور العسكر؟ وقفوا ورا بعض حتى تستوعبكم بالكاميرا. ايه طيب معلش انا رح حل لك اياها. اسمع حماتي خليكي انت واقفي هون جنبك عفاف، سعاد تعي وقفي جنبي منا، وانا وامي رح نوقف قدام. يلا نبيل يلا وقف عندك. انا هون بدي اوقف ورا، ليش بقى؟ مشان ما تغطينا. يو خزيت العين نازيك شفافه. ليك نبيل انا ماني مرتاحه بالوقفه ورا بنوم، لاقي حل وخلصنا بقى. معلش لك انا بقول لك شو رح يصير حماتي. تعي مدي راسك من بين كتافنا، مدي يلا. مو قصه كتافه، مو قصة كتافكم. أنا ما بدي على حالي اتصور من ابني الصورة أخدها وأنا واقفة ورا. يلا مشي برا. معلش يا حماتي. ما بدي مشي شي. أيوة يلي عجبه عجبه، واللي ما عجبه يطلع على الحيط ويهز بدنبه. دنبه أنا ما عم بحكي معك. أنا عم بحكي معك. أهلي خالي، مشتاقت لك، ليش ما حدا عم يشوفك؟ والله يا خالو هالشغل عم بيخليني التهي عن اعز الناس. شلونك انتي؟ شلون صحتي؟ شو عم تعملي بهالايام؟ شلون؟ عم تاخذوا صوره عائليه للذكرى؟ ايه وماما عنا. لا ولو انت اساس العيله. طيب ليش ما ناديتولي حتى اجي اتصور معكو؟ بيصير هيك لك خالو؟
اصلا مو الحق عليكي، الحق على جوزك اللي كان غايب وقت اللي رب العالمين وزع الزكاة والفهم على الناس. طول بالك خالو، طول بالك، ما صار شيء. اذا بدك تفضل حتى تشاركنا الصورة. ايوه هيك بيحكوا الفهمانين. يلا جاي، راح البس جرابات جداد وبوشي لعندكم. بس وين خالو؟ اللي له لجوزي كيفرد وشه، لانه لساته متزاول مني من وقت اللي انكسرت رجله وما جيت لعنده. يلا خاطري، الله معي. يلا تشيز. واحد اثنين. وقف 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 نبيل، وليش هيك عم تحاشى توقف جنبي كأنه معي جراء؟ لك حبيبي انا واقف جنب مرتي، يعني اترك مرتي واجي واقف جنبها؟ لا معمول هيك، بس من وقت ما فتت على البيت وانت متناشف فيني. لا سيدي ماني متناشف بحدا، لك خلينا ناخد الصورة التاريخية ونخلص بها. نبيل يلا. وقف وقف عندها، وانا ليش بعتوني عند بنتي؟ تعي امي وقفي جنب عفاف. خلصونا بقى، تعال امي حط ايدك على كتافي. يلا عاني. وقفوا ولا بقى تتحركوا، يلا خلوني اخذ هالصوره وامشي. يلا تشيز. واحد اثنين. لحظه لحظه، ليش هالعجه عندك؟ شوفي ما في شيء عمو، صوره عائليه. صوره عائليه؟ يخرب بيتك وبتنسى عمك اخو ابوه؟ معقول تتصوروا صوره من غيري؟ لا تتحركوا، نازل نازل فورا. يلا تشيز. واحد اثنين. واقف واقف لسه ما عتبته. هيك يا منظور بدكم تتصوروا صوره وبتنسى عمك؟ شايف شايف. يلا نبيل عمي، هالصورة هاي للذكرى، بدي اعلقها بيتي الجديد انا ومرتي، يعني من ريحة البيت هاد. من ريحة البيت؟ وبتنسى عمك ابو جميل اللي كان سبب بشراء بيتك ودينك مصاري مشان ترضي اخواتك وصبر عليك مشان سد له دينات؟ هلا صرت مو من ريحة البيت؟ ولا انا خارج قوس ما؟ لك يخرب بيتك، اصلا بهذا البيت ايه ماله جنس الذكرى؟ اذا ما نسيته افضل يعني. شايف الشجرة هاي؟ شايفها؟ شايفها شايفها. ولك هاي انا زرعتها بايدي وربيتها مثل ما ربيتها، وباخر المطاف ما بدك كان يطلع بهالصوره، بهالاخر صوره بهالبيت. اهلين ابو جميل. والله هلا عم بتقلي اهلين؟ هلا نسيت مناقصه كياس السكر اللي كسرتني فيها العظم، هلا قلت لي اهلين. امنت بالله على هالنهار، رح غير مطرحي احسن. طول بالك عمي، طول بالك عمي ابو جميل. يلا جاهزين؟ تشيز. واحد اثنين. وقف وقف لإلك، انا ما بوقف هالوقفة المشرشحة، مو حلوة بحقي. هلا الوقفة جنب مني انا صارت مشرشحة؟ لك انت ما حدا جاب سيرتك بناب، شو دخلك؟ انا قصدي اقول انه نحن النسوان نقعد قدام رجال ورا. ضبضبي ضبضبي يا حرمي، ها خليكي على الاصول. ها سامع يا عفاف؟ قال انا حرمة. طولي بالك امي، زرعي ابدأني هالمرة، الله يخليكي. ما بدي طول بالي بقى، مانك شايفتي شلون عم يطول لسانه علي؟ عفوا ست ام عفاف، شايفتك من وقت ما فتنا نحن على البيت وانتي معكرة، دخلك قولي لي شو السبب ليكون انزعجتي من جيتنا وحابة تصوري لحالك. ولك امي الله يخلي لنا اياكي، شو بدنا بهالقصص هلا؟ لك صوري يا نبيل، خلصنا الله يخليك انت الثاني. يلا حبيبي وقف وقف، انا عتبانة عليكي من وقت عرس بيت الكيلارجي، الله يسامحك. لك يا حبيبي، لكن انا ام عفاف بتقعدوني بالصف الوراني. مو رمانة قلوب مليانة لك. لك يا نبيل يا بطيخ، صور بقى خلصنا يا اخي. يلا تشيز. واحد. شو انا مو من العيلة كمان؟